everyone, welcome back to my channel. اليوم عنا ريفيو للديور ليبستيك, الترانسفير بروف ديور ليبستيك المشهورين. حنشوف اذا هن عن جد ترانسفير بروف. هول الثري ليبستيكس, انا جبت 3 شيدز. هول هن ال 100 200 and 505. سو هلا حنجربهم مع بعض ونشوف اذا هن عن جد ترانسفير بروف مثل ما قايلين. اول شيء بدي اشيل الليبستيك العشفافه ونبلش. صراحه كثير محمسه انه اجربهم. سو اول كلر رح جربه هو ال 100. ال 100 سمعت عنه انه هو كثير قريب لل بيلوتوك شارلي تيلبري. سو رح اعمل سواتشز على ايدي اول شيء. بعرف اذا شايفين هيدا الكالر 100 اللي هو افتح كالر بيناتهم. سو يلا نجربه مع بعض. صراحة الكالر كتير حلو, عن جد كتير كتير حلو. ونسيت فرجيكم على الباكجينج تبع الليبستيك. هذا الباكجينج تبع الليبستيك كتير حبيته, كتير كلاسي. سو هيدا الكالر نطرته شوي لحتى ينشف, لحتى نشوف اذا هو عن جد ترانسفير بروف. التكتشر تبعه هيك جاي سوفت كتير, فلفتي شوي. يلا بدنا اياه ينشف اسرع. اوكي هلا وقت نشوف اذا هو عن جد ترانسفير بروف ولا لا. سو حجربه على ايدي لنشوف اذا عن جد ترانسفير بروف. او ماي جاد, ليك ابدا ماشي. بس هيدا ماشي. ماشي ابدا, كتير حبيت وحاطين انه هو لونج لاستينج بهدي كتير. صراحة ما إلي قلب شيله, بس لازم نشيله ونجرب كالر تاني. سو هلا رح جرب ال 200 انا وانتو. اوكي 200 بيجي اغمق شوي من 100, صراحة هن قراب شوي لبعض. حنعمل هلا السواتش على ايدي, جاي اكتر هيدا بينكش اللي حطته انا. ال 200 جاي اكتر على براونش على بيتشي. كتير حلو هيدا الكولر كمان, حنشوف اذا عن جد حلو علي كمان. سو يلا نشيل اول ليبستيك ونجرب الثاني. سو يلا نجرب مع بعض ال 200 اللي هو هيدا الثاني. واو الكالر تبعه عن جد بيسطي. انا نقيت الكالرز على الصورة, سو ما بعرف كيف حيطلع علي. نقيت هيك اكتر كالرز بحبهم واشتريتهم. كالر كتير حلو الكالر. هلا حسيته هيك شوي شتوي, يعني حلو كتير هلا بهيدا الطقس. هلا بالوينتر حلو كتير. حبيت لانه انا ما عندي هيدا الكالر, جاي على براونش اكتر. سو حبيته كتير انه غير عن انه بعدت عن البينك, لانه انا عندي كتير البينك عندي منه كتير تقريبا. بس هيدا الكالر شو رايك؟ صراحة انا كتير حبيت. هلا اجى وقت انه نعمل التست لحتى نشوف كمان ترانسفير بروف. يلا let's see. انا مصدومة
عن جد مصدومة. واو، ان فيكم تاكلوا تشربوا شو ما كان، ما حيعلم على شيء، حيضل على شفافكم، ملزق على شفافكم. هيدا الشيء كتير حلو، كتير حبيته عن جد فيه. على فكرة وكتير مريحين على الشفاف، عن جد كتير مريحين، كتير هيك صافت، ما كأني حاطة شيء على شفافي، عن جد ما كأني حاطة لبستيك، منن ستيكي. بعدني عم حس وعم قلكن منن ستيكي مريحين. سو هلا يلا نشيل هيدا الكولر لحتى نجرب اخر كولر عنا اياه. على فكرة عم شيل اللبستيك بس كتير بيطول ليروح، يعني هو عن جد حيضيمكم كل النهار. حنروح لاخر لبستيك اللي هو الـ 505. حنشوف الكولر كيف نعمل سواتش. حلو كتير الكولر. هيدا اخر كولر عنا اياه. اخر كولر عنا اياه جاي تقريبا بين الاثنين، يعني بين البينك وبين البراون. سو يلا نجربه. واو كل ما حط لون بصير بحبه اكتر. انه كتير حلو يكون عندكم راد ويكون ترانسفير بروف، قادرين تشربوا شو ما بدكم بلا ما يعلم على الكباية تبعكم. سو هيدا الشيء كتير حلو. جايز شوفوا معي اخر كولر، شوفوا معي اخر كولر قد حلو. حبيتي كتير اخر كولر. هيدا الكولر عن جد خرج برايد، ما بعرف ليه. سو هيدي كانت الريفيو عن هود الثري ليبستيكس، عن هول الثري ليبستيكس من ديور. وهودي كانوا الثري شيدز اللي انا جبتهم وجربتهم. عنا اول واحد 100 200، واخر واحد 505. هيدا كان اخر واحد حطته. يعني اللي بدي اقولكم اياه انه هول الليبستيكس عن جد بعقدوا، هيهدوكم كل نهار، بكفي انه ترانسفير بروف، ما بيطبعوا على اي شيء، فيكم تاكلوا تشربوا كل نهار، ما حيعلموا على شيء. هيدي كانت الريفيو. انا صراحة كتير حبيتهم واكيد حجيب مور شيدز منهم. حاب يجيب كتير الراد منهم لانه كتير حلو يكون عندكم لبستيك راد، قادرين تشربوا وتاكلوا بلا ما يطبع على اي شيء وتعلموا وراكم. هيدا الشيء حلو. هيدي كانت الريفيو لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الريفيو اللي عملتها عن هودي اللبستيك ديور. And بشوفكم بفيديو تاني. ما تنسوا تعملوا لي لايك and subscribe and love you كتير. Thank you for watching. Bye.